أخبار اليوم. رمضان في روسيا. يعيش المسلمون الروسي مجتمعا غير مسلم، وبالتالي تتأثر حياتهم كثيرا بالنظر إلى اختلاف العادات والتقاليد ما بين المجتمع الإسلامي في روسيا وبين باقي أفراد المجتمع. لكن على الرغم من ذلك، فإن المسلمين يتمسكون بدينهم وينتهزون فرصة شهر رمضان الكريم من أجل تثبيت دعائم دينهم وثقافتهم في نفوس أفراد المجتمع الإسلامي الروسي. وفي روسيا العديد من القوميات التي تنتسب إلى الإسلام، مثل الشيشانيين والقبائل المقيمة في داغستان، كما يتيح هذا الشهر الكريم للمسلمين أن يمارسوا شعائر دينهم، الأمر الذي يوفر جوا إيمانيا يساعد كثير من المسلمين الذين ينتمون إلى الدين الإسلامي اسميا فقط على العودة إلى الدين الصحيح. كما تؤدي هذه الأجواء الرمضانية إلى إقبال بعض غير المسلمين على اعتناق الدين الإسلامي. وتتلخص الشعائر الرمضانية عند الروس في الاجتماع حول موائد الإفطار والذهاب إلى أداء صلاة الجماعة. وتقوم المساجد الرئيسية بختم القرآن الكريم طوال شهر رمضان، الأمر الذي يجعل من هذا الشهر عيدا يمتد على مدار 30 يوما. كذلك يحرص المسلمون الروس على أداء صلاة التراويح، وتعتبر هذه العبادة هامة جدا في توحيد المسلمين، حيث يشعر المسلم القادم إلى أداء صلاة التراويح بأنه قادم إلى جماعة فيستقر لديهم. كما نجد موائد الإفطار الجماعية التي تنظمها الجماعات الخيرية والتي تماثل موائد الرحمن هنا في مصر، وتشارك العديد من الدول العربية والإسلامية في إقامة مثل هذه الموائد عن طريق البعثات الدبلوماسية، مما يشعر المسلم الروسي بعمق الروابط بينه وبين باقي شعوب العالم الإسلامي.